يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم اليوم حول الأدرينالين، أوكي، اللي هو أدرينالين إبينفرين. أدرينالين هو أدرينيرجيك دراج، أوكي. عندنا أوتونوميك نيرفوس سيستم، سمباثيتك وبارا سمباثيتك. سمباثيتك اللي هو أدرينيرجيك، أوكي، كونتين أدرينالين أند نور أدرينالين. Okay, these are synthesized throughout the sympathetic ganglia or adrenal medulla. Okay, فهو adrenergic drug. يشتغل throughout the activation of alpha receptor and beta receptor. Okay, according to the position of the receptor. البيتا تتقسم بيتا 1 بيتا 2. بيتا 1 mainly in the heart, responsible for increase the contractility, heart rate and cardiac output. اوكي، بيتا 2 موجود بمن؟ موجود بالبرونكاي، ريليف اوف برونكوسبازم، يعني شنو؟ برونكو دايليتر. بيتا 2 ايضا موجوده بالهارت، مسؤوله عن انكريز دي اوتوماتيسيتي اوف دي هارت. الالفا موجوده بعده مكانات، اهمها هو الفيزول. اذا صار اكتيفيشن للالفا 1 ريسبتر يصير فازو كونستراكشن. اوكي، ادرينالين انكريز دي هارت ريت، contractility, vasoconstriction throughout alpha receptor بالسكين والميوكاس ممبرين وفيزرال اورجان ما عدا الليفر والسكليتال مصل، يسوي لي بيها فازو دايليشن. لذلك هو يزيد السيستوليك بلد بريشر throughout increase the rate of contractility و vasoconstriction decrease the diastolic blood pressure. ليش؟ لانه ماكو فينوس ريتيرن، يقل بسبب الفازو دايليشن اللي يصير بالليفر والسكليتال مصل. Also الابنفرين decrease the release of histamine from the mast cell، يسوي الـ stabilization of mast cell ويقلل release of histamine حتى يقيد الانفلاماتوري مديتر in the anaphylactic shock. Can be used as IM, IV, subcut and infusion. Okay. Metabolized in the liver by the monoamino oxidase enzyme co ميثيل ترانسفيريز وينطيني ميتانفرينز. هذا مهم، يصير لك سكريشن باليورين. ليش؟ اكو سيرتين تيومر ان ذا ادرينال ميدولا كولد فيو كروموسايتوما، يصير اوفر برودكشن اوف ادرينالين. فواحد من التيستات اللي نكشف بها المرض انه نسوي له يورين فور ميتانفرين، لذلك نلقاه زايد باليورين. اوكي، سايد افكت مالته وايد، اهم هي التكي كارديا، بالر، بالبيتيشن، سواتينج، نيرفزنس، هيدك، فلاشينج اند سو اون. يوزد وذ كوشن بالكاردياك ديزيز والانجينا. ليش؟ لانه يزيد الريت والكونتراكتيليتي. اوكي، اذا هو الهارت تعبان بانجينا بلاد سبلاي ما يجي وانت تلح عليه يدك حيل قوي الضربه مالتك، اوكي، فيتعب. هذا يوزد وذ كوشن. Use with caution in the patient with the pulmonary edema and those with decreased urine output. Pulmonary edema is one of the causes of pulmonary edema. هو heart failure جزء heart muscle tired. Decreased urine output لأنه الأدرينالين يسوي the vasoconstriction by renal vessel. Okay. Arrhythmia و cerebrovascular accident. Contraindication يعني ما استخدمه بال نان انفلاكتيك شوك. يعني نان انفلاكتيك شوك هو الكورنر ستون بالانفلاكتيك شوك هو الادرينالين. يقول اذر شوك كان نوت بي يوز ادرينالين، ولكن احنا في العراق العظيم باعتبار مو دائما متوفره الميديكيشن نقدر نستخدم الادرينالين تو اذر شوك. اوكي، نارو انجل جلوكوما، ليبر ما انطي، لان هو اليوتراين يصير بي كونتراكشن. انا اذا اعطي ادرينالين يصير بي ريلاكسيشن، معناها الطفل يحشر جوا. كونديشن وير فازو بريسر ار كونترا انديكيتد، يعني اذا حالات ثيرو توكسيكوسيس هو يعني ريسك للهايبرتنشن، فازو كونستركشن رابيد اي اف، وانا اعطي ادرينالين معناها اكتل. الانديكيشن اند دوز، هو الى انديكيشن من ضمنها الكاردياك ارست. احنا الأمبولة مال ادرينالين هي 1 ملغرام، اوكي، اضربها بألف شو يصير؟
ألف مايكروغرام. إذا كارديك أرست شنو أنطي؟ نص أمبولة أو أمبولة، وأعيدنها كل 3 إلى 5 دقائق خلال الريسيتيشن، يعني مو يسوي له سي بي آر، كل 3 دقائق إلى 5 أنطي أمبولة أنطي أمبولة. والله ما لقيت له لاين، اوكي ما لقينا له لاين وما عنده تيوب، اضربها بالكاردك موصل، صح اولد مانوفر بس من لا شاره باعتبار لاين ما عنده. انترا كاردياك 0.5 ملي جرام انتر افيلابل تو اوف اي في لاين، نقدر نخليها بالتيوب اي 2 إلى 2.5 افري 5 مينت انتر افيلابل تو اوف ذا لاين، يعني امبولتين بالتيوب. Second indication is the anaphylaxis. Okay, is the very very important. Okay, لأنه life saving بالأنافيلاكتيك. 0.5 ملي جرام يعني نص أمبولة in the anterolateral aspect of the thigh. Okay, IM هاي المفضلة. Deep IM بالأنتيرولاترال aspect. نص أمبولة بالأنتيرولاترال aspect. من فوق الملابس انطيها لي. انا مره جتني ما ابنيه من فوق الملابس انطيتها لان ماكو تايم انه يجي تجي النيرس وكذا. اوكي انطيه نص امبوله بالانتيرولاترال اسبكت، اعيد انا كل 5 إلى 10 دقائق منها تصير استجابه. اول شيء هي شنو الانافلاكسز؟ الانافلاكسز مثل واحد بيشن عنده تشيست انفكشن، خذ سيفترايكزون، خذ بنسلين، خذ علاج وتحسس من عده، صار فلاشينج، ديسنية، براديكارديا، هايبوتينشن، ديكريز اير انتري، ويزنج، انجيو اوديما، هذا صار عندنا في الاكسس. انا لازم اعالج هاي الحالة بسرعة. من ضمن العلاجات مالتها هي الاوتو، الفنتولين، اي في فلويد، الارمين، هيدروكورتيزون، زنتاك، بس هو اهم شيء هو شنو؟ الادرينالين. وهاي الدوز مالته كل 5 إلى 10 دقائق نص أمبولة. إذا صار فترة طويلة ما رجع أمشي له إنفيوجن. الإنفيوجن الدوز مالته تشقد 1 إلى 4 مايكروغرام خلال 5 دقائق. يعني شنو؟ يعني خلي له أمبولة اللي هي 1 ملغرام ومغذي اللي هو 500 cc جلوكوز ووتر، أمشي 10 قطرات بالدقيقة. أوكي وبعدين أعطيكم واجب بيتي. سيفير كارديوبولمناري أرست or hypotension not respond to the several injection، مثل هو anaphylactic shock وما استجاب. اوكي اقدر ازيد الانفيوجن مات، او cardiopulmonary arrest كل ساعة يرست ويرجع يرست ويرجع، مشي الانفيوجن شقد؟ 5 إلى 10 مايكروغرام بير مينت. يعني شنو؟ يعني اما بيوريت هذا اللي 1 cc يساوي لي 60 قطرة، خلي الابرة اللي 1 ملغرام 100 cc بيوريت. اوكي بعدين بنقسم شو تصير؟ تصير الواحد سي سي شي يساوي لنا 10 مايكروغرام، انطي 60 قطرة بالدقيقة. وهاي واجب بيت عليكم شلون تحسبونها، او اخليها مغذي كامل 1 ملغرام اخليه مغذي كامل امشي له 60 قطرة بالدقيقة. اوكي بعد هايبوتنشن وسبتك شوك، مثلا واحد عنده سبتك شوك وانت لا عندك دوبامين ولا عندك دا دوبامين لا نور ادرينالين، عندنا الدوز مالته 0.5 مايكروغرام تو 2 مايكروغرام بير كي جي بير منت، مثل وزنه 70، 70 في 0.5 طلع عندنا 3.5 مايكروغرام، 3.5 مايكروغرام بير منت. هاي الدوز مالتي، اخلي امبوله بما اخليها ببيوريت 100 سي سي، امشي 20 قطره بالدقيقه. اوكي 20 قطرة بالدقيقة، بالساعة 20 مل، او اخلي انبولة مغذي كامل امشي 40 قطرة بالدقيقة. وانا اعطيكم واجب بيتي شلون تحسبونها. واحد من الاستخدامات المهمة مالته اللي هو سيبتوماتيك برادي كاردي نوت ريسبوند تو اتروبين، يعني مثل برادي كاردي اعطي اتروبين ما استجاب، اعطي اتروبين ما استجاب. اوكي يعني اعطيته 3 ترايل اوف اتروبين وما صار اقدر امشي له ادرينالين. شلون دوز مال ادرينالين؟ 2 إلى 10 مايكروغرام بير مينت، امبوله اللي 1 ملغرام اخليها ببيوريت 100 cc امشي له 30 قطرة بالدقيقة، او امبوله اخليها ب 500 cc جلوكوز ووتر المغذي الكبير 60 قطرة بالدقيقة. ودمتم سالمين.